رفقاتي وأحبائي طلاب الصف الخامس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكن يا حلوين؟ إن شاء الله بخير. أنا الأستاذ عبد الرزاق. تتذكروا يا أصدقائي أنه بالدرس الماضي أخذنا عدة أفكار متعلقة بقسمة الأعداد الطبيعية، يعني توصل لله بل ما يشلم لري، وأخذنا عدة قواعد بتسهل علينا قسمة الأعداد الطبيعية، ووصلنا يا أحبائي لهذا القسم اللي هو بيرليكتيا بالم أونبير. لنشوف شو الفكرة المطروحة هون. الفكرة هون يا أحبائي إنه بير مكتوب إنه بير بولما إيش من ده كلان إهمال إديلا بيلر، يعني عندي باقي القسمة. شو معنى باقي القسمة؟ وقت كنا نقسم الأعداد مثلا 15 تقسيم 2 الناتج هو 7 والكلان هو 1، فعبل لي انه احيانا بقدر اهمل العدد الموجود هون، يعني الباقي. كيف يعني اهمل؟ يعني اعتبر انه غير موجود. يعني لو نشوف المسألة هاي مكتوب هون إلهانون يا شاضغ شهير دا هر أوتوبيسة بنشتا أوتوبيس كارتندان 2 ليرة أجرات مش مكتدر. يعني رفينا إلهان كل ما يركب بالباص بيقطع الباص او الاجره تبعت الباص يعني ليرتين، تمام. الهان اوتوبيس اوتوبيس كارتنا 15 ليره يوكلادينده كاش ديفا اوتوبيس بنا بلا جايني بولالم. يعني رفينا الهان عبى بالكارت، الكارت اللي بيطلع فيه على الباص عبى 15 ليره. فالسؤال هو انه بهال 15 ليره كم مره بيقدر يطلع على الباص، كم مره بيقدر يطلع ويسافر بالباص. فنحسب مباشرة بنقول 15 ليرة لكل مرة لازمه ليرتين لحتى يطلع الباص، فبتقول 15 تقسيم 2، فالناتج رح يضل معي ليرة بالكارت. هالليرة هاي فينا نهملها. ليش فينا نهملها؟ لأنه الليرة هاي ما بتطالعه على الباص مرة تانية، تمام؟ لنشوف الفكرة اللي بعدها. مكتوب هون يا أحبائي بيربول ما إيش لمن ده كالان كسير أولارك بيرلابيلر، يلا يا با بيلر تيلا بيلر. انه فينا نعبر عن الكلام او الباقي هون عن طريق الكسر. شو معنى الكسر؟ يعني نحن بنعرف دائما الكلام رح يكون اصغر من العدد الموجود هون، اصغر من البلان، تمام. هون 2 هون 1، فبحسن اقول انه ناتج قسمة هذا العدد على هاد 11 امبير على 2 الناتج هو 5 والكلام هو 1. الواحد فين أكتبه على شكل التالي اللي هي 1 تقسيم 2 مثل ما كنا شايفين هون، تمام. فهي الفكرة الموجودة هون انه انا كيف بقدر اعبر عن باقي القسمة. فمنكمل يا احبائي بالافكار الموجودة عندي هون. مثلا لو كان عندي قابلية القسمة على الخمسة، مثلا عندي هون ساكسن بيش بلو بيش إيش لاميني زين دانيا بالوب. خلونا نطالع حاصل قسمة 85 على 5 باستخدام الطريقة الذهنية. فصديقنا هون عم يعطينا معلومة كتير سهلة. شو هي؟ عبالي في حال كان عندي عدد معين وعب قسمه على 5، فأنا قدر المستطاع بحاول أني أعمل الرقم الموجود هون 10، يعني بضرب العدد الخمسة هي بضربها باثنين وبضرب هيك بان باثنين. فبقرأ الكلام المكتوب بير صاييو بيش إلى بولار كان صاييو اون جاي كي إلى تشاربو سونرا سونجو اونا بولا بلرز. يعني مثل ما كن شايفين هون عندي ساكسن بيش بولو بيش، فبضرب الطرفين، بضرب هون بضرب هون بإيكي. طيب ساكسن بيش تشاربو إيكي بولو كاتش بيش شاربو يكي، فصار عندي هون ساكسن بيش شاربو يكي كاتش يابار يوزيت مش. طيب بيش شاربو يكي كاتش يابار اون، تمام. فالناتج هو انه بما انه عندي هون بولما فبقسم الصفر هاي مع الصفر بتروح، فبضل الناتج اون يدي. بالفعل انا لو قسمت الساكسن بيش بولو بيش راح يطلع معي النتيجة اون يدي، تمام. الفكرة كتير سهلة انه بضرب الطرفين هون وهون باثنين مشان يصير ليش؟ مشان يصير عندي هون 10، مشان اروح الصفر مع العدد الموجود هون. بالفعل صار عندي 10 وهون قديش كمان 170، فالصفر مع الصفر بتروح ضل الناتج اون يدي.
بنتقل طبعا انا هون بترك لكم هالتمارين انتو تحلوها. ليش؟ مشان تتقووا وصار عندكم معلومات اكثر وتثبتوا الفكره باذهانكم وبعقولكم بشكل افضل. واكيد اي سؤال ما بتعرفوا تحلوه بتكتبوا لي بالتعليقات او بتتواصلوا معي، انا بعلمكم طريقه الحل. طيب بنكمل، وصلنا للفكره الموجوده هون اللي هي بيصينن كاريسي با كوبو. شو معنى كاري يا اصدقاء وشو معنى كوب؟ رح نتعلم او نتعرف على معانيهم من خلال الكلام الموجود هون من خلال بيرليكتا يا بالمبير. فمكتوب هون يا احبائي صديقتنا عم تعطينا معلومه بيصينن كانديسيلا تشاربومونو قصا يولدان üstü ifade olarak gösterebiliriz. يعني لو انا عندي مثل هالسؤال هون 6 çarpı 6 çarpı mı farklı şekilde ifade edelim. ف صديقتنا عم بتقول لي هون انه انا لو عندي عددين نفس الشيء وضربتهم في بعضهم فانا بحسن اعبر عنهم بالطريقه الاسيه او عن طريق العدد الاسي. شو معنى العدد الاسي؟ يعني عدد وفوقه قوه معينه. يعني مثلا هون 6 ضرب 6 بحسن اكتب 6 قوه 2. ليش قوه 2؟ لانه مرتين مضروبين ببعض، تمام؟ فبحسن اقول عنه 2 üssü ya 6 üssü 2 6 üssü 2 تمام. الناتج قد راح يكون 36. 6 ضرب 6 36 و6 قوه 2 36. فعندي هون بالبيجلي قطوسو 6 üssü 2 gibi gösterimleri ya da gösterimler üslü gösterim yani بسمي هذا üslü gösterim تمام ya da üslü ifade olarak adlandırılır. بحس اسمي هالعدد اما اسلوب جوستريم او اسلوب افاده. طيب لنشوف هالمثال هون بين ايدينا. عندي هاد عباره عن رقعه شطرنج، بتعرفوا كلياتكم شو معناتها شطرنج. فعندي على رقعه الشطرنج في قسم ملون بالاسود وقسم ابيض، مربعات بيض ومربعات سود. فمطلوب مني هون مكتوب سطر sütunları 8 birim kareden oluşan satranç tahtasının toplam kaç birim kareden oluştuğunu bulalım. خلينا نطالع عدد المربعات المكونة لهذه الرقعة. يعني بده يعني اطالع مجموع هدول المربعات كلياته، اطالع عددهم. فبكل بساطة يا احبائي بحسن اقول 1 2 3 4 5 6 7 8 وعندي هون كمان 8، يعني هون 8 وهون كمان من هون لهون 8، 8 مربعات 8 مربعات، بضرب 8 ضرب 8 بيطلع معي عدد المربعات كلياتهم. طب ال 8 ضرب 8 بحسن اكتبها بشكل ثاني؟ ايه، بحسن اكتب 8 قوة 2 يا ضا 8 اسو 2 8 اسو 2 شتر 64. بنتقل للفكرة اللي بعدها. مكتوب عندي هون يا احبائي مثل ما كنتم شايفين طبعا 8 ضرب 8 الاسلوب الافاده تبعه هو هاد. طب كيفيه قراءته؟ اما بقول 8 كارسي او 8 اسو 2 تمام العدد هاد، اما بقراه بالشكل التالي بقول 8 كارسي. ليش كاري؟ لانه فوق 2 8 كارسي، او بقول 8 اسو 2. طيب مكتوب بيصينن كانديسيلا çarpımı o sayının karesi şeklinde ifade edilir. Örneği 9 üssü 2 ya da 9'un karesi üslü ifade olarak yani okuması 9'un karesi şeklinde okunur. Yani bacaba elkon mesela لو عندي انا 7 قوه 2 بحسن اراها بعده اشكال. بحسن اقول 7'nin karesi او بحسن اقول 7'nin أيضا بحسن أقول 7 üssü 2 7 üssü 2 أو بقول 7'nin karesi. طيب لنشوف شو في عندي أفكار تانية. مثلا عندي هون يا أحبائي بالبلجي قطوسو مكتوب هون بيصينن kendisiyle 2 kare ya da 2 kere çarpımı o sayının küpü
şeklinde ifade edilir. Örneği, misal ala zalik, 3, üssü 3. Üstü ifadesi okuması olarak 3'ün küpü şeklinde okunur. Yani ya ahbâi, ey adet, badbo fi ba'du, mesela 3 darb 3, şu bahsene o bahse o 3 kuvvet 2. Yani ba'ul 3'ün karesi. Leş kare ile 2. طيب لو كانت ثلاث مرات مضروبة في بعضها بتصير ثلاثة قوة ثلاثة أو بقول 3 كوبو 3 كوبو. طيب بكمل بشوف كمان شو في عندي أفكار تانية. مثلا هون يا أحبائي عندي birlikte yapalım 8. عندي هون 8'in küpü artı 4'ün karesi. İşleminin sonucu bulalım. Halluna tale hasıl cema hel aladin. Öyle hinne 8 kuvvet 3 yani mukaab 3 ve murabba 4. باللغة العربية إذا كان عندي العدد فوق 2 بقول عنه مربع، إذا كان فوق 3 بقول عنه مكعب. تمام؟ مكعب 8 زائد مربع 4. فببلش 8 قوة 3 معناها 8 ضرب 8 ضرب 8، 8 ضرب 8 64 ضرب 8 512. تمام يا أحبائي؟ طيب الأربعة، ناخذ الأربعة، الأربعة للتربيع أطلع نتيجة. الأربعة للتربيع عبارة عن 4 ضرب 4، 4 ضرب 4 16. ها معناها صفت عندي 8 للتكعيب زائد 4 للتربيع هي عبارة عن 512 زائد 16، فالناتج 528 يعني 528 528. وهيك بكون خلصنا هذا المثال كمان. والله يا أحبائي وصلنا لعند البارانتيز ليش لم لا. شو معناته بارانتيز ليش لم لا يا أصدقاء؟ يعني أول شيء البارانتيز هو القوس، تمام؟ فعادة نحن نكتب مثلا أعداد مداخل الأقواس 3 مثلا زائد 4، وأحيانا مثلا نكتب شغلات تانية كمان، فنحن هذا نسميه بارانتيز. أيضا بارانتيز ليش لم لا. لنشوف شو فينا ممكن يعني نستفاد من فكرة البارانتيز ليش لم لا. عندي هون يا أحبائي بالبرلكتي يابالم بير أشهد أفريدان إشلمليري يابالم سونجلاري كارشي باشترلال. يعني خلينا نطالع نتيجة الأعداد الموجودة هون، العمليات الموجودة هون، نقارن بين الأ والبي. معنا شوفوا نفس الأرقام بس هون حطينا أقواس وهون ما حطينا أقواس محلات تانية. خلينا نتفق على الشغلة يا أصدقائي، نحن دائماً بس شفنا أسلوب إفادة لر، يعني لو كان عندي عدة عمليات حسابية موجودة بنفس الوقت مثل هون مثل ما كنا شايفين 5 ضرب 6 زائد 17، لو عندي أنا أسلوب إفادة لر يعني مثلا 5 قوة 2 أو 5 قوة 3 أو 4 قوة 3، تمام؟ فمجرد ما يكون عندي أسلوب إفادة يعني بهالشكل هذا، فببلش فيه وبطالع نتيجته أول شيء وبكمل، تمام؟ هي بالمرحلة الأولى. بالمرحلة الثانية بطلع شو في عندي بارانتيز تشيندا، يعني مثلا هون عندي 5 ضرب 6 داخل أقواس زائد 17، فدائما بطلع إذا ما عندي أسلوب إفادة لار بطالع المداخل الأقواس وبطالع نتيجته. بعدين المرحلة الثالثة اللي بعدها يعني بطالع حاصل جمع حاصل ضرب وقسمة الأعداد. بالمرحلة الأخيرة بطالع حاصل جمع وطرح الأعداد. إذن الترتيب على الشكل التالي، أول شيء بطلع عندي شيء أسلوب إفادة لار، إذا عندي أسلوب إفادة لار بطالع بفكه أول شيء بطالع نتيجته، بعدين بطلع في عندي بارانتيز، إذا عندي بارانتيز بطالع بحسب العمليات الموجودة داخل القوسين. طيب خلصت، ما ضل عندي لا أسلوب إفادة لار ولا ضل عندي بارانتيز، بطلع وين في عندي ضرب وقسمة، بطلع نتيجتهم.
اخر الشيء بطالع نتيجة الجمع والطرح. يعني ببلش من هون، اول شيء عندي شيء اسلوب فاديلر، ما عندي اسلوب فاديلر يعني عدد في فوق، وما عندي هيك شيء. بطلع بالمرحلة الثانية عندي البارانتيز تشيندكيلر شلملر، عندي اقواس بالفعل عنديهم قوسين، فبطالع نتيجتهم. تمام، 6 زائد 7 قديش بتعمل؟ بتساوي 23. 5 ضرب 23، لاحظوا بعد ما خلصت بارانتيز تشيندكيلر شلملر طلعت نتيجه 17 قديش؟ 23. ضل عندي الضرب او القسمه، عندي هون ضرب، فبقول 5 ضرب 23 قديش طلعت النتيجه؟ 115. تمام، طيب لنشوف في حال غيرنا محل الاقواس شو راح يختلف معنا. عندي 5 ضرب 6 مداخل الاقواس، بعدين عندي زائد 17. فاول شيء اتفقنا بطلع على البارانتيز، اول شيء اسلوب فاديلر، ما عندي اسلوب فاديلر. بعدين بطلع هون عندي شيء بارانتيز تشيندكيلر شلملر، بطلع ايه عندي هون، بطلع نتيجتهم. 5 ضرب 6، 5 ضرب 6 بساوي 30، بعدين بقول زائد 17. بعدين بطلع بعد البارانتيز شو في عندي، خلصت هاي وخلصت هاي، ضل عندي شو الضرب او القسمه، عندي شي ضرب او قسمه هون؟ ما عندي، فبالتالي بنتقل على بعده زائد او طرح. عندي هون زائد، بطلع نتيجه 17 زائد 30 زائد 17 يعني اوتو ارت اون يدي شيتر كرك يدي. لاحظوا قديش في فرق، الفرق كان من 115 ل 47 بس لانه غيرنا محل الاقواس، فالفرق بيناتهم شوفوا قديش فرق كبير. طيب بنتقل للمثال اللي بعده، عندي 56 تقسيم 5 زائد 3 ايش لام من صنو جنوب ولازم، خلينا نطالع نتيجة ضرب او حاصل جمع هالعمليات هي سواء كان جمع او قسمة. فمثل ما تعلمنا بطلع اول شيء على الاسلوب افادة، عندي شو اسلوب افادة طلعت هون؟ ما عندي، معناتها بنتقل على بعده شو اللي بعده، بارانتيز تشيندكيلر ايش لام لار، عندي بارانتيز بطلع ايه عندي ليك هون قوسين، بطلع نتيجتهم 5 زائد 3 تساوي 8. ها معناتها صار عندي، ضل عندي 56 تقسيم 8. طيب بعدين بنتقل للخطوه اللي بعدها، عندي ضرب وقسمه، عندي شي ضرب وقسمه هون؟ ايه عندي قسمه، فبالتالي بقول الا تبلو سكيس اشتر يدي، وهيك بكون طالعنا الجواب. يعني عندي هون بالبلدي خطوص يا احبابي، بلدان فازلا اشلمن اولدو درملاردا بارانتيز، لاحظوا بارانتيز فارسا اونجا بارانتيزين içindeki işlem yapılır. يعني في حال كان عندي انا مجموعة من العمليات الحسابية الموجودة مع بعضها، مثلا لو عندي انا فلنفترض 3 قوة 2 زائد 4 ضرب 2، فاول شيء بعمله بطلع الاسلوب فاديلر، عندي شو اسلوب فاديلر؟ ايه هون، معناته اول شيء بطالع هاي، بعدين بطلع على البارانتيز تشيندكيلر شلملر، عندي شيء بارانتيز اليكو هون، بطالع بعدين نتيجه هدول، اخر شيء بجمع نتيجه هاي مع نتيجه هاي بحصل على نتيجه نهائيه. طيب لنشوف يا اصدقائي البيرليكتا يا بالوم التو، يعني خلينا نطالع حاصل جمع وضرب هذه الاعداد. راح ابلش من هون يا اصدقائي، مكتوب هون 3 كاريسي تشاربو بارانتيز içinde 6 artı 15 işleminin sonucu يا ده sonucunu bulalım، خلينا نطالع نتيجة هالعمليات الموجودة عندي. فأول شيء بطلع مثل ما تعلمت على الأسلوب فاديلر، عندي شيء أسلوب فاديلر يعني أعداد فوق قوة، إي نعم، ها بطلع نتيجة معناها 3 قوة 2 معناتها 3 ضرب 3، 3 ضرب 3 بتساوي 9، ما كنا شايفين. طيب بعدين شو اتفقنا، بطلع على الأقواس، إذا عندي أقواس بطالع نتيجته مباشرة، إيه عندي هون قوسين نتيجتهم 6 زائد 15 بتساوي كم؟ 21، فبطالع نتيجة 21 صار عندي يا أحبابي 9 ضرب
كام 21 في نتيجة 108، وهيك بنكون طلعنا نتيجة هالعملية هاي. ووصلنا يا أحبائي لليوتيدر لاندرما. الدرس القادم إن شاء الله راح أحللكم كل التمارين الواردة هون، وبإذن الله تعالى راح نطلع فهمانين الأفكار وفهمانين كل التمارين، وأنا واثق من الموضوع هذا لأنه أنتوا كتير شاطرين وكتير مجتهدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.